انا زهقانه قوي. اما اروح اشوف اخويا بيعمل ايه، يمكن هو كمان يكون زهقان وفي الاخر نتسلى سوا. ايوه. لا 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 لا، ما ينفعش انا اخسر، ما ينفعش، لازم اكسب. يا الله، ايوه كده يا اخي، ايوه ده هو كده الكلام. ايوه يلا نلعب دور كمان. يلا ها هتيجي، ها هتيجي، يلا. ايوه الله عليا. ايوه دي بقى بوقت، دي بقى بوقت، لازم بسرعه عشان ايه، قبل ما الوقت يخلص ونخسر. الله. انت بتعمل ايه؟ ها ايوه. ما بعملش حاجه. ما بتعملش حاجه ازاي؟ ما هو بتعمل حاجه. ملكيش دعوه. الله، يعني كده برضو مش هتقولي ده انا اختك، اختك الوحيده. تصدقي صعبت عليا. ماشي يا ستي هقولك. بلعب. بتلعب؟ الله، انت عارف ان انا لسه كنت قاعده في الاوضه جوه وكنت قاعده زهقانه وحاسه بشعر بملل فظيع فظيع. كويس انك بتلعب. بتلعب ايه بقى؟ مالكيش دعوه كده تخبي عليا، ده انا اختك، انا اختك اللي مالكش غيرها. تصدقي صعبت عليا كمان مره. بلعب يا ستي، مو بألعاب. يعني لعبه ايه يعني؟ لا يا بنتي، هي مش لعبة واحدة، لا هو موبي ألعاب ده فيه ألعاب كتير جدا جدا جدا. لعب كتير قوي؟ يعني للولاد بس؟ لا يا بنتي، الألعاب دي بقى في منها للكبار وفي منها للصغيرين، وبرضو في ألعاب تنفع للاتنين، وكمان تنفع للولاد والبنات، يعني في ألعاب للولاد وفي ألعاب للبنات برضو. بجد؟ ايوه ايوه. طب وبقى بتخش له ازاي؟ بص يا ستي، انا دخلت دوست على كلمة اشتراك، بعد كده كتبت رقم الموبايل، وهما راحوا بعتولي بقى ايه، رساله تاكيد، رمز تاكيد كده. رحت انا بقى كتبت الرمز وبس ودخلني. في بقى العاب كتير قوي قوي قوي، تقدري تلعبي اللي انت اللعبه اللي انت عايزاها وفي الوقت اللي انت عايزاه كمان، وان شاء الله تقعدي من الصبح لحد بالليل تلعبي الالعاب اللي انت عايزاها. يا سلام. طب بقول لك ايه، ما تيجي تديني بس اجرب، اجرب بس العب، حتى لعبه واحده، لعبه واحده بس من الالعاب الكتيره اللي موجوده، لعبه واحده. هت ايه؟ لا وانا مال، ما تروحي تعملي ده من على اللابتوب بتاعك، انا مال انا. يو بقى كده برضو، ده انا اختك حبيبتك برضو، يعني ما تدينيش كده والعب. يا سيدي ماشي، هحملها على اللابتوب بتاعي، بس والنبي والنبي هات بس اجرب. لعبه واحده بس؟ لعبه واحده بس. متاكده لعبه واحده بس؟ ماشي عشان تجربي بس لعبه واحده. خلاص شفت انا حنين ازاي، تسعبتي عليا اصلك. يلا خدي. شكرا. ايوه يلا يلا هتيجي. ها ايوه، حوش حوش. اي يس. ها شاطرة. يلا بقى خلاص، هاتي، مش لعبتي؟ يلا هاتي. الله اللعبة دي حلوة قوي. ايه ده، انت قلتي لعبة واحدة بس، انت بتجربي كل اللعب؟ لا لا ما ينفعش كده. عدي، في تايم في تايم في وقت، يلا عشان الحق. ايوه اطلع. ياي مسليه قوي قوي. ايوه ما انا عارف ان هي مسليه جدا، بس ده اللابتوب بتاعي. اما اروح بقى اجرب لعبه تانية عشان في لعب كتير قوي. اللابتوب بتاعي. طب انا عايزه العب. طيب انا ما كملتش لعب. وسع. انت قلتي لعبه واحده، انت خمامه. يعني عجبك كل الاشتراك بتعمله فيها ده؟ ها يا صراحه اللعبه مسليه جدا جدا يعني، وانا كنت مبسوط جدا وانا قاعد بلعب، بس هي اللي عكرت عليا الدنيا عشان خدته قعدت تلعب هي. شفتوا البنات، البنات قد ايه سوس، يضحكوا علينا ويقولوا هي لعبه واحده بقى، وفي الاخر ياخدوا كل حاجه ليهم. ينفع كده؟ ينفع؟ لو انتوا كمان يعني عايزين تلعبوا اللعبه دي، تحت كده اهو في صندوق الوصف اول لينك هتقابلوه، هو ده اللينك، هتخشوا عليه تدوسوا على اشتراك، تكتبوا رقم الموبايل بتاعكم، وبعدين تدوسوا اشتراك وبس، هيدخلكم على طول على الالعاب. بس انا برضو مقهور انها خدته مني. يا اخي وسع بقى، اديني الكادر شويه. خش بسرعه تحت في اللينك. بس
مستنيين ايه وبس. لو انتوا بقى ما كنتوش عاملين اشتراك لقناتي في زرار احمر تحت الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، دوسوا عليه وجنبه هتلاقوا فيه جرس. الجرس ده مهم جدا ان انت تدوس عليه وتعملوا لايك للفيديو ده وتتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. انا بحبكم جدا 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 ومع السلامه. بصي بقى اقول انا كمان سلام. ها سلام لحد ما اروح اشوف اخد من لها اللابتوب ازاي. مع السلامه. ها.